وصلنا للمومنت اوف تروث. اكزاكتلي، خلاص وصلنا للحقيقة، لحظة الحقيقة. وكان موضوعنا اللي طلبنا منكم تتفاعلوا، يعني ما شاء الله كلكم تفاعلتوا على هاشتاغ صباح العربية، هو حفلات الطلاق مع ازدياد نسبة الطلاق في الكثير من المجتمعات العربية. هو طبعا اللي شجع هذه الظاهرة الجديدة المنتشرة في بعض المجتمعات الغربية، وهي إقامة حفلات الطلاق. تترافق هذه الحفلات مع طقوس معينة من كعكات خاصة وتحضيرات تضاهي تلك التي في الزفاف. وبين مؤيد يراها احتفالا بالحرية ونهاية فترة مشاكل وصراع نفسي لاتخاذ القرار، وبين معارض لفكرة دخيلة على المجتمع. طبعا نناقش هذا الموضوع، من يقدر أو من هو خير من يتحدث، أو من هي خير من تتحدث عن هذا الموضوع؟ طبعا زهرة الأستاذة أو الدكتورة زهرة المعبي من جدة، طبعا أو المعبي سوري من جدة، الأخصائية الأسرية دكتورة زهرة. صباح الخير ومرحبا فيك. يا هلا يا هلا يا هلا، وأرحب فيك أجمل الترحيب يا ابن الفاضل الرائع عمر، لأنه جاتني أخبارك الرائعة كمان. الله الله الله، وأنا فخورة وسعيدة بيك عقبال ما أشوفك كبير المذيعين. الله يسعدك. وأرحب بيك يا مهيرة. أيوة يا زهرة. يا مهيرة أنا. أيوة أيوة. حاسبي على البيبي ولا تضغطي عليه لو سمحتي. خلاص هريه. أيوة الله يرضى عليك يا بنتي. طيب دكتورة، يعني لو نتحدث عن الظاهرة هذه، يعني أنت ترينها أنها ظاهرة سليمة صحية، أم أنها ظاهرة دخيلة على المجتمع وكمان في مبالغة فيها؟ يعني والله أنا دائما ألتزم الخط الوسط في هذه المواضيع. ممتاز. هي فعلا دخيلة علينا، يعني ما أعتقد يعني أننا نحن يجي علينا يوم نحتفل بحاجة بتغضب ربنا. إن أبغض الحلال عند الله هو الطلاق. طلاق هذا يعني شيء ربنا ما بيحبه. أقوم أنا يعني أحتفل به وبعدين أعمل إيه؟ أعمل بارتي كبير وأعزم أصحابي وأعمل كيكات. إلا موضوع التورتات هذه رائعة عجبتني، سكينة في النص والعريس طايح طايح ودم سائل الله، وتورتة على كذا دور ومدردب في على التورتة كانوا طايح من الدرجة. أقول لكم مناظر مؤلمة، شيء مو طبيعي التورتات. أنا يعني كان بودي إنكم تعرضوا الأشكال التورتات اللي أنا وصلتني مجرد ما أعلنت وقلت انه في عرضنا شوي منها طبعاً. يعني بس احنا معاك، بس يعني انا ابغى اقول لكم على حاجه فضلي. الراي العام مره بيرفض رفضا باتا الاحتفال بهذه الاشياء. ممكن نحتفل باي شيء، يعني مره قفلت الدنيا في وجهنا ما لقينا الا اني انا احتفل بطلاقي. طب افترضي يعني انت كنت مضطهده، كنت تعبانه، كنت مثلا معذبه مغلغله مع هذا الرجال بالسنوات لحد ما حصلتي على الطلاق. بمجرد ما تحصلي على الطلاق احمدي ربك، روحي خدي عمره، سوي صدقة، يعني انه ربنا عاتقك وصرب عنك الشر والسوء. تزوجي غيره. صحيح يا دكتور. جددي حياتك. جددي الحياة حياتك. لا تتوقف عند شخص معين. جددي، فنبدأ الحياة من جديد. طبعا انا طيب. هذا شعاري مع الكل وكل الناس، لكن اني انا كمان اراعي نقطة واحدة مرة هامة، اللي هو وجود الاولاد. صحيح. والبنات اللي هم اولادنا أطفالنا داخل الأسرة، اللي هم أولاد الزوج هذا اللي أصبح طليقها، إيش يكون شعورهم، إيش تكون يعني مرئياتهم وانعكاساتهم النفسية على هذه الحفلة. طيب زهرة، أنا ما رح الأم تحتفل. أيوة. على طلاقها من أبوهم. أنا ما أدافع يعني عن هذه الحفلة، يكونوا متألمين. أيوة أنا ما أدافع عن هذه الحفلة. أنا ما أدافع بس أنا ما لا لا أيه. أنا ما أدافع كمان عن أيوة. هذه الحفلة، بس في البعض يعني من بعض التغريدات اللي وصلتنا أنه التبرير أنه هو يعني كيد، يعني أنه هي أصلا في عصر الوسائل التواصل الاجتماعي أنه هي بتصور هاي الكيكة، وهو هي عارفة أنه هو يمكن يتابعها على إنستغرام وسناب شات، فعشان يعني عشان تغيره بالأحلى. أيوة أقول لك يا مهيرة،
ممكن السيدة المطلقة تبعد تثبت كيدها بطريقة تانية إنها أعطينا نصائح. يا سلام عليك، إن أيوة إنها تنجح في حياتها، إنها تنطلق وتوريه تثبت له إنه الحياة ما توقف. إنه الحياة ما تتوقف، صحيح يا دكتورة صدقتي. ولكن بسألك شغلة يا دكتورة، بما أن فكينا هالموضوع، يعني البعض يقول يمكن أنه يعني نظرة المجتمع للمطلقة للأسف عندنا، وعندنا نسبة يعني بندخل الأولمبياد فيها على نسبة المطلقات عندنا في المجتمع، فيمكن نظرة المجتمع للمطلقة بأن نظرة يعني دونية دعينا نقول، وأنه أنت ما تنفعي ولا رجال على قولته إيه يعني سلك معاكي، فبالتالي أصبحت تحولت هذه النظرة إلى نظرة انتقام من النفس ومن المجتمع ومن الزوج. أي. أي. تشوفين لا. تشوفين لا. هذا التحليل صحيح؟ فعلا إلا مو ممتاز، أنت رأيك في مكانه أنت صح، أنت كده صح. أحيانا بعض المطلقات بيعملوا يعني شيء من إنها تثبت وجودها، إنها ترى هي سعيدة وهنا منطلقة وإنه ما تأثرت بطلاقة، ترى يا جماعة أهو أنا بعزمكم وبثبت لكم وبوريه كمان هو أثبت له إني أنا تجاوزت المرحلة هذه، وها أنا يعني بعمل حفلة بارتي كبيرة وبجيب ترات وأدلدله كده على التورتة ودمه ينزف السعالة. إيش الشغل هذا؟ شيء مقلد. أنا أكل من تورتة فيها دم وفيها سكينة، يعني ما أعتقد يعني وصلنا إلى هذه المرحلة. طيب يعني إيش برأيك إيش تكون رد فعل؟ أنا في بعض أسمحيلي أو مهيرة أيوة. أسمحيلي في بعض الردود يا زهرة. جاتني من بعض الشخصيات بيقولوا نحن احتفلنا بطلاقنا وكنا سعداء جدا وانبسطنا وكنا من التورتة وما كذابين، والله العظيم إنها بتتعذب وبتتألم وبتتقطع وهي ماسكة التورتة مع صاحباتها وبتاكل معهم. بعدين لابد إني أنا بقول لهم انتبهوا، اللي ما عندها أولاد في 60 داهية، لكن اللي عندها أطفال عندها رجال عندها بنات عندها مستقبل دفصلت عليكم زهرة. أيوة يلا امسكوها، تنتبه. وبعدين ملاحظة خط أحمر، 100 خط أحمر. أيه. ليه؟ لأنه ما تعرف التراكمات اللي بتصير للأولاد والبنات يعني بعد انتهاء الحفلة، يعني خلاص انفض المولد وكل مين راح بحاله. والله بعد 3 أيام تطقها الدموع 4-4 يا دكتورة، انت كأنك كنت معاها. يا والله الدموع 4-4 انت حقك، واللي في ما يخطيه وخلاني اللي ما يستحي، هذه حركاتكم يا دراعي. إلا صدق أنا مش عارفة مين اللي فصل على التاني، زهرة ولا أنت؟ لا اكتشفت فيك مصري عظيم بيني وبينك يا دكتورة. لا لازم. لا والله أنا مرة مبسوطة منك يا عمر. الله يسعدك. أنت كده. أنت كده. وأنت كده مرتين. شكرا لأخصائية الأسرة دكتورة زهرة. راحت عليكي. خلاص أنا هروح أصلا يعني. أخصائية الأسرة الدكتورة زهرة ماوي، شكرا جزيلا طبعا على وجودك معنا اليوم، كان موضوعنا حفلة الطلاق. شكرا يا دكتورة.